بسم الله وعلى بركة الله يا الحفل الكريم متابعونا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم. انطلاقاتنا مستمرة وتحدياتنا الجميلة ضمن هذه الانطلاقات المميزة وأيضا على أرضية ميدان الرميل وأيضا الأجواء الممطرة والقائمة هنا على أرضية هذا الميدان وأشواطنا تستمر وتمنيات للجميع بالتوفيق والسداد والنجاح مباشرة مع المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط المنطلقة هناك مع الصدارة على القيادة هذا الانطلاق الجميل والانطلاق المميز حاملة رقم 7 غازي مع المركز الأول أيضا علي بن محمد لهيبي مع المركز الأول أما المركز الثاني ثاني المراكز القادم والمنطلق بقيادة أيضا هنا ممدوح محمد بن سالم بن حمد لهيبي مع ممدوح على المركز الثاني المركز الثالث زعفران سهيل بن علي لهيبي على المركز الثالث والمركز الرابع القادم مع المركز الرابع بشعر علي بن خميس الأذن الهاشمي لكن القدوم والتقدم في هذه اللحظات من أيضا الوصول من أشقر راش سيف بن حمدون السليمي لكن نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول شوف 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 المتدخل أيضا أشقر علي بن سعيد بن حبيب الهشامي لكن على الصدارة ما زالت على المقدمة غازي مع المركز الأول علي بن محمد الوهيبي مع المركز الأول محققا الناموس الجميل والرائع لكن السليمي من الجانب الآخر المتدخل في هذه اللحظات الجميلة والأداء الأجمل هناك مع شعار سيف بن حمدون السليمي بدون أوامر ولا تعليمات تذكر من مالكي هذا الشعار الجميل والمميز تهانينا والناموس على هذا الأداء بدون أي أوامر ولا تعليمات تذكر من مالكي هذا الشعار الجميل المركز الثاني كان بشعار علي محمد لهيبي المركز الثالث أيضا بشعار أشقر علي بن سعيد بن حبيب الهشامي دقيقتين و15 هو التوقيت الزمني تهانينا والناموس